التقرير ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. مشاهدينا الكرام، المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد من مدينه الطائف في المطروح، جمهور النادي الاهلي وراك، جمهور النادي الاهلي كعادته دائما بيعمل ملحمه في كل مكان بيوصل النادي الاهلي، والنهارده ملحمه جديده من هنا من مدينه الطائف بالمملكه العربيه السعوديه والاستعدادات لمباراه السوبر. شوف جمهور النادي الاهلي هيقول لنا ايه وانطباعهم عن وجود النادي الاهلي هنا في مدينه الطائف. يعني كلمونا النهارده شعوركم النادي الاهلي موجود النهارده في الطائف. ايه؟ وجود النادي الاهلي في الطائف شعوركم ازاي؟ منورنا طبعا. منورنا. باذن الله هنكسب. اتحاد العاصمه فريق كبير بس احنا اكبر واحنا ابطال القاره باذن الله. واحد ان شاء الله، 3-1 ان شاء الله. شعوركم النادي الاهلي موجود هنا في بوسطكم هنا في الطائف. ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 3-0 ان شاء الله وهناخد السوبر ان شاء الله. 3 ان شاء الله، 3-0 ان شاء الله. سوبر اهلاوي، السوبر اهلاوي ان شاء الله. وجود النادي الاهلي ماتشه كبيره ما شاء الله، شرفنا ونورنا في ان شاء الله في الطائف. السوبر اهلاوي ان شاء الله. هو بطل مصر. جاهزين ايه بقى للمباراه بكره؟ وفي عدد كبير رايح الماتش ولا يعني مجهزين ايه الماتش بكره؟ عدد كتير رايح المباراه، واحنا كنا نتمنى الاستاد يكون اكبر من كده، لكن برضه فيه جاليه كبير وفيه روحنا كلها مع الاهلي وقلوبنا مع الاهلي، جماهير كتيره، وان شاء الله كل التوفيق للاهلي. ودول اولادي اهلاوي، والاهلي عشقنا، والاهلي حبنا منذ الطفوله وهو فرحتنا. بنشكر الكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره كله، الاداره المحترمه اللي بتشتغل ما بتتكلمش بس، الاداره المحترمه اللي بتركز في الشغل، بتركز في النجاح، بتبعد عن كل المهترات. نشكر السيد الكابتن كبير محمود الخطيب ونتمنى له السلامه، وكل مجلس اداره واللعيبه المحترمه، اللعيبه السوبر ان شاء الله هتجيب السوبر. ده أكبر دعاية للكرة المصرية للنادي الأهلي، شرف لينا يكون موجود في الطائف هنا، إن شاء الله إن شاء الله يرفع راسنا بكرة إن شاء الله ويكسب. كبير مشجعي الكرة المصرية محمود عاطف. رأيكم في وجود النادي الأهلي في الطائف بيمثل لكم إيه؟ والنهاردة أنت جايب ولادك كنت حاسس إن هم يكونوا موجودين النهاردة طبعًا الأهلي فخر لمصر وللسعودية وللعرب كلهم. طبعًا أكبر فريق في أكبر فريق في أفريقيا، فبالتالي فخر للعرب كلهم. بالتالي الأهلي بيمثل لنا أحلى حاجة في الدنيا. يعني احنا منتظرين الاهلي من زمان. شعوركم وجود النادي الاهلي هنا في الطائف والحاله اللي عاملها النادي الاهلي هنا في مدينه الطائف؟ انتم ان شاء الله الفوز للاهلي، وان شاء الله ما يفضحنا زي المنتخب المصري، اهم حاجه الاهلي يفرحنا بس. الاهلي مشرفنا في اي مكان بيروحه اصلا. الاهلي وان شاء الله ان شاء الله الاهلي بإذن شرف كبير لاي بطوله، البطوله اللي بتتباهى ان الاهلي بيجي يلعب بها في اي مكان في العرب كله. ان شاء الله بطوله اهلاويه باذن الله تضاف لبطولات النادي الاهلي. الاهلي معلم على الاهلي يا رب. شايفك عامل دعايه كويسه اهو، والاهلي وشعورك الاهلي. ابن اخويا بيحب الشناوي جدا واخده مثل اعلى ليه، وان شاء الله السوبر اهلاوي، التاسعه اهلاوي ان شاء الله باذن الله. وجود الاهلي في الطائف كلمونا عنه والحاله اللي عاملها الاهلي في الطائف. حاله جميله جدا، واحنا حاسين ان احنا في مصر دلوقتي. ربنا يكرم الاهلي يا رب ويفوز بالسوبر ان شاء الله. ان شاء الله 3 ان شاء الله كسبانين 3 باذن الله. وبنشكر اداره الفندق الصراحه انها سايبانا ومفيش اي مشاكل، وان شاء الله 3-0. الاهلي ده احنا بنعشقه، احنا جايين من اخر الدنيا عشان نتفرج على الاهلي، الاهلي ده احنا بنحبه بنموت فيه. ان شاء الله باذن الرحمن، ان شاء الله ان شاء الله السوبر بتاعنا ان شاء الله، الاهلي العظيم السوبر في الجزيره ان شاء الله باذن الله. قفشه يجيب هدفين كمان باذن الله. 3-0 4-0 باذن الله. 4-0 باذن الله. شعوركم وجود النادي الاهلي هنا في مدينه الطائف وشايفين جمهور النادي الاهلي في كل مكان؟ الحمد لله الاهلي ده اعظم فريق في الكون، غيره مفيش. ان شاء الله هنكسب والسوبر بتاعنا، والسوبر ان شاء الله اهلاوي. ان شاء الله 3-1 للاهلي. يعني النهارده كنتوا حريصين انكم تكونوا موجودين وتشوفوا لاعبين النادي الاهلي، يعني كلمنا عن وجود النادي الاهلي في الطائف وشايفين المباراه ازاي ان شاء الله؟ ان شاء الله شايفين المباراه زي كل مره، الاهلي دايما بيشرفنا ودايما رافع راسنا في اي مكان وفي اي دوله عربيه بتستقبلنا احسن استقبال، وبصراحه شايفين الاستقبال جميل جدا من الدوله العربيه السعوديه. بنتمنى دايما ان احنا دايما بنفضل اخوات، ودايما ان شاء الله الفوز اهلاوي، وان شاء الله الاهلي هيرفع راسنا بكره باذن الله، والكاس اهلاوي باذن الله ان شاء الله. النهارده كنتوا عايزين انكم موجودين وتيجوا هنا ورا النادي الاهلي، وليه جايين منين الاول، من الطائف ولا من بره الطائف؟ لا انا من مصر بس عايشه في مدينه الطائف، وفرحانه جدا ان الاهلي هنا وان شاء الله يرفع راسنا، وعشان هو جمهورنا وحبيبنا وروح قلبنا. شكرا. زي ما احنا شايفين ده دايما جمهور النادي الاهلي، فين ما يروح نصر الاهلي دايما جمهور وراه وجمهوره، وده حمايه.